بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي شرح شلون تغيرون كت اوت المروحه، هو المنظم الرئيسي حقه. اولا هذه العلبه حقت الفيزات، تفكها، بعدين هذه تضغط، هذه تسحبها عليك، بعدين في شيء داخل هذا نبدأ تاخذه تسحب عليك من برا، تطلعه اللي هو كذا، بعدين تبدأ تفتح البراغي لهذولي، بعد ما نفتحهم عم نفتحهم تو هذا اوكي. الحين بعد ما فتحناه طلعناه من هذا، هو هذا مكانه، جيك هناك مكانه هنا، بدخل الجهاز الحين. هذا مكان، مكان هذا، هذا الفاضي، مكان فاضي اللي فيه حرف الاف اوكي، ويتركب كذا يعني. اذا خلص ركبته شريته واحد دخلونه، شلون ويتركب خلاص كذا يكون ركبناه، وترجعون كل شيء مكانه. ان شاء الله يكون شرحي واضح، استودعكم الله.